السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات في قناتكم لتسلير. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كلكم طبعا بتسألوا يا مس هو إحنا هننزل إمتى أول لسن في الاي سي تي؟ طب بصوا لغاية دلوقتي اللحظة اللي أنا بسجل فيها الفيديو دلوقتي كتاب المعاصر لغاية دلوقتي ما نزلش. طب احنا عندنا دلوقتي درسين من كتاب بني، اول درسين من كتاب بني تم نزلهم بقى على المواقع الانترنت. اول لسن عندي للاطلاع فقط، واحنا بقى مش هنشرحه لان احنا خلاص عرفنا ان الدروس اللي بتيجي للاطلاع فقط في الاي سي تي وهم عبارة عن 4 lessons متوزعين عندنا على المنهج كله في خلال الترم، في خلال السكند تيرم 2 lessons في الكونسبت الاول و 2 lessons في الكونسبت الثاني. تمام، يبقى عندنا اول lessons مش هنشرحه. طب هنشرح منين بقى؟ هنشرح الليسون الثاني من كتاب بني لانه مقرر وهو اللي نزل، وبعد كده اول ما ينزل كتاب المعاصر هنحدد بقى هنشرح من المعاصر ولا من بني. تمام، يلا بينا نبدا في الليسون 2. بيتكلم عندي عن الـ Ease of Using Artificial Intelligence. Artificial Intelligence تاني و AI؟ آه بالضبط كده. طب ايه هو بقى الـ Artificial Intelligence وانت اخدته معانا في الـ First Term؟ قال يا مس ده الذكاء الاصطناعي احنا كلنا عارفينه. طب تعالى نقرأ بقى هو كاتب ايه. قال لي It is a technology. تمام، هو عبارة عن تكنولوجيا. That is able to use human traits of problem solving and reasoning and decision making to perform tasks. فهمتش حاجة؟ تعال ناخدها حبة حبة. هنا بيقول لي ان الارتفيشال انتليجنس ده هو عبارة عن تكنولوجيا بسيطة that is able to، هي بتمكن بقى او ليها القدرة على ايه؟ على ايه؟ على ان هي تحاكي او تماثل او تبقى شبه اللي traits of humans او صفات الانسان البشرية، من انه يقدر يفكر، انه يتخذ قرار، انه يحل ايه مشكلة. يبقى الارتفيشال انتليجنس او الاي اي هي عبارة عن تكنولوجيا ليها القدرة able to use human traits، انها بتقدر تستخدم صفات البشر، احنا اللي بنصممها واحنا اللي بنديها information، بتعمل بيهم ايه؟ اللي solving problem، بتقدر تحل المشاكل، كمان بتقدر تعمل reasoning يعني تديك اسباب، وكمان بتاخد decision، بتاخد قرار في مهمة معينة. تمام؟ طب تعالى بقى نشوف ايه اللي موجود عندنا. Some common AI او artificial intelligence tools that you may have used are، في عندي اكتر من tools او اداة انت ممكن تستخدمها وتلاقي جواها الـ AI. طب زي ايه؟ زي حاجة انت بتستخدمها دايما مع الموبايل بتاعك وانت مش عارفها. facial recognition، او انك انت تعمل ان الموبايل بتاعك يفتح ببصمة الوجه، او finger recognition ببصمة الاصبع. ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن AI artificial intelligence. طب وانت بتستعمله ايه؟ الفانكشن بتاعته اللي to unlock your device، علشان تفتح الجهاز بتاعك. طب ايه كمان tools بيستخدم جواها الـ AI؟ قال لي navigation application. طب وده بيعمل ايه؟ قال لي navigation يعني التحرك، زي مس نظام الجي بي اس جوه العربية. لما انا بكون سايق العربية وانا مش عارف مكان، فبكتب لنظام الجي بي اس جوه العربية انا مثلا عايز اروح الاهرامات، اوكي، فهو بيقول لك امشي يمين، امشي شمال، امشي في الشارع كذا. يبقى النافيجيشن ابليكيشن او الابليكيشنات او التطبيقات اللي بتساعدك على التحرك بتعمل ايه؟ او الفانكشن بتاعتها اللي to guide you to a destination، هي بتقول لك المقصد او المساحة او المكان، destination المكان اللي انت عايز ايه تروحه. Number 3
سمارت هوم ديفايسز، ممكن تلاقيها جوه الأجهزة الذكية في البيت. زي إيه؟ قال لي زي such as smart thermostats. طب وانت اخدت معانا الثرموستات ده في الليسون في الفيرست تيرم في مادة الساينس، وقلنا ان الثرموستات ده هو عبارة عن حاجة اسمها resistance، لو انت لسه قاعد فاكر، موجودة مثلا جوه التلاجة الريفريجريتور. طب هي مسؤولة عن ايه؟ قال لك ده هي مسؤولة عن تظبيط درجات الحرارة. بالظبط كده. طب يبقى السمارت ثرموستاتور اللي تو ريجوليت، عشان تنظم درجات مين؟ درجات الحرارة. التلاجة حطينا فيها أكل جديد، أكل سخن، بيظبط درجة الحرارة السمارت ثرموستات، ويعلي بقى من التبريد بتاعه علشان يحافظ أو يعمل كونستانت تمبريتشر داخل التلاجة. نمبر 4 اللي ممكن تلاقي جواها الـ AI، Digital Voice Assistants. Digital Voice Assistants ودي أنواع زي أنواع الشات جي بي تي، بس بتكون بدل ما أنت بتكتب السؤال للشات جي بي تي كتكست، لا أنت بتقوله له، تسأله أي سؤال وهو بيعمل ليك respond، بيرد عليك بأنسر record، يعني حاجة مسجلة عن طريق الصوت. تمام؟ يبقى to respond to questions or requests. نمبر 5 email spam filters، ممكن تلاقي applications جواها الـ AI بتعمل ايه؟ الـ prevent dangerous emails، بتحمي الايميلات بتاعتك from reaching your inbox. الايميلات اي ايميلات؟ لا السبام، الايميلات الخطر، بتحميها ان هي توصل لمين؟ للايميل بتاعك. نمبر 6 social media sites to make connection suggestion to users، دي بتقدم اقتراحات الاتصال للمستخدمين. يعني مثلا بتلاقي عندك على السوشيال ميديا، وبتلاقي عندك انت انك بتزور اكتر من سايت معين مثلا للعبة معينة بتتكلم عن الوارز او الحرب، تمام، او البلينز طيارات، تلاقي بعد فترة ان الفيسبوك بتاعك اتملأ اعلانات عن نفس محتوى اللعبة اللي انت بتلعبها. طب هم عارفوا منين ان انا بحب اللعبة دي؟ ده من خلال السوشيال ميديا سايتس اللي جواها تطبيقات للاي اي، بتتعرف او بتتبع الناس اللي بيدخلوا على التطبيقات دي هم بيحبوا ايه. تمام؟ نمبر 7 بقى تشات ويندوز اون ويب سايتس. طب والتشات ويندوز ده زي تشات جي بي تي بالظبط، وانا هوريكم دلوقتي مثال على التشات جي بي تي. تو بروفايد ريسبونسز from chatbots، بيقدم لك ردود، انت بتكتب له سؤال وهو بيرد عليك. نمبر 8 interactive learning programs. interactive learning programs ودي قال لي is personalized for each user's unique abilities، بتبقى مخصصة او هي عبارة عن برامج تعليمية لفئات مخصصة، زي مثلا شخص معين ما بيقدرش يعني عنده مشكلة في الهيرينج في السماع، أعمل له بروجرام. البروجرامز ده بيبقى بيعتمد على مثلا أكتر حاجة فيها الصيد الرؤية. واحد مثلا عنده مشكلة في الصيد الرؤية، أعمل له بروجرام انتراكتيف يتفاعل هو وهو عن طريق الساوند الصوت، ياخدوا يد مع بعض في الكلام. تمام؟ يبقى الانتراكتيف ليرنينج بروجرام دي بتبقى برامج مخصصة بيرسونالايزد لكل يوزر يونيك ابيليتي، لكل مستخدم يكون عنده مثلا مشكلة معينة في حاجة في جسمه. نمبر 9 language processing tools قال لي دي مهمة جدا جدا كمان للناس اللي هي بتكتب كتير. to provide information and even help you to formulate يعني تعيد صياغة او تعيد كتابة your written or responses to something from simple text and email to coding انها تشفرها to essay and beyond. يعني ايه؟ طب يعني انا مثلا لقيت او بتساعدك في كتابة في كتاباتك، انك مثلا عايز تكتب رواية معينة، عايز تكتب رد معين، بدل ما انت تكتب الرد ده او الانسرز بتاعك ده يكون في جرامر اخطاء في الجرامر في السبيلينج، لا هي بقى توضح لك انك انت مثلا انت ناسي الابوستروف، ناسي مثلا الكوميدي كده يعني. تمام؟ يبقى ده معنى language processing tools. تعال بقى خد بالك من النوت دي، بيقول لي artificial intelligence AI depend on، بتعتمد على حاجة مهمة جدا جدا جدا، اسمها ايه؟ اسمها algorithms.
algorithms ده علم مهم جدا جدا، اسمه علم الخوارزميات باللغة العربية. algorithms ده بتعتمد عليه الـ AI في تصنيعها أو في إنشائها. to teach it how to learn to problem، ازاي هي بقى بتتعلم ازاي تحل المشكلة، ازاي ترد علينا، ازاي اجابتها الاجابات بتاعتها تبقى صحيحة، ازاي تفكر، ازاي تاخد الديسيشن القرار، كله ده بناء على العلم اللي هي بتعتمد عليه اللي هو الالجوريزم، اللي هو الايه الالجوريزم. طب كويس يا مس، ايه هي بقى الكودز او القواعد اللي الناس بقى مصممي الـ AI أو الديزاينرز اللي بيصمموا الابليكيشنز دي بيتبعوها وهم بيعملوا الابليكيشن الجميل ده؟ قال لي أول حاجة هم لازم يكونوا الابليكيشن ده لازم يكون be inclusive. inclusive يعني شامل، يعني كل الناس تقدر ايه تستعمله. ما يعملوش ابليكيشن مثلا الانجينيرز بس هم اللي يقدروا يستعملوه، ما يعملوش ابليكيشنز بس الدكتورز هم اللي يستعملوه، لا لازم يبقى عندي انكلوسيفز او الحاجة تبقى شاملة، اي حد متعلم تعليم بسيط يقدر ايه يستعمله. الـ AI tools should be inclusive to all users، ان كل المستعملين المستخدمين يقدروا ايه يستعملوها، not just a selected group، مش بس جروب بس هو اللي يقدر يستعمل التشات جي بي تي. نمبر بي، نمبر 2، بي اون بيست. بيست يعني متحيز، يعني ايه رايح لفئه معينه او رايح لاوبينيون راي معين، لا انا اخد كل الاراء. داتا شود بي بيست اون فاكت، لازم الداتا اللي انا بمد بيها الاي اي او الابلكيشن اللي انا بعمله لازم تكون مبنيه على حقائق وليس مبنيه على اوبينيون او راي لفئه ايه معينه. بي بينيفيشال يعني تكون ذو فائده، انا اعمل تطبيق يفيد الناس. ان الاي اي تولز شود بي يوزد تو هيلب سوسايتي، انه يساعد المجتمع، not to take advantages of it، مش انا مش التطبيق ياخد المميزات بتاعه الديزاينر وما يفيدش المجتمع بتاعي. اللي بعدها بي ترانسبيرنت. ترانسبيرنت يعني يكون عندي شفافيه والتولز تكون ايه واضحه. بي ويلينج تو اكسبلين هاو ذا اي اي تولز ورك، هو يكون عنده القدره انه يقدر يشرح ازاي التولز دي بتشتغل. بي بروتكتيف ان هو يكون محمي، يوزر برايفسي ان يكون اليوزر او المستخدم يكون عنده البرايفسي او الخصوصيه. and security ويكون آمن. must be considered when designing AI tools، هو بيستعمل بقى أو بيعمل للأبليكيشن ده لازم يضمن للمستخدم اللي بيستعمل الأبليكيشن ده أن يكون عنده privacy، محدش يقدر يدخل على الأكاونتات بتاعته خلال AI، ويكون عنده security يكون عنده أمان. آخر حاجة معانا be accountable if an AI tool doesn't work، لو الابليكيشن بقى بتاعه أو الـ AI بتاعه ما قدرش يشتغل، الديزاينر المفروض يعمل إيه؟ admit the mistake، يعترف بالأخطاء اللي هو حصلت أثناء ما هو بيعمل الديزاينر ده أو بيصمم الابليكيشن ده. provide insight on what went wrong، المفروض يقول رؤية ليه هي الأخطاء دي حدثت ليه، ده كله طبعا نتكلم عن الديزاينر أو المصمم للـ AI. explain what is being done to fix it، المفروض كمان يشرح لي المفروض المصمم هيعمل ايه علشان يصلح الخطأ اللي وقع في مين الابليكيشن اللي المصمم حدث خطأ جوه ايه الابليكيشن، يوضح لي بقى الديزاينر هو ممكن يحله ازاي. عندي هنا بقى كذا نوت لازم ناخد بالنا منها. قال لي some people worry، بعض من الناس that they can't trust AI، في ناس كتير مش بتثق في الـ AI أو الـ Artificial Intelligence وبتحس إن هو مش مفيد أو كمان ممكن يضرهم أو يعمل لهم harmful أو يكون هو harmful ليهم. طب قال لي following previous ethics can help ease people's fears، هو يعني بيقول لك ان كل الحاجات اللي احنا قلناها فوق دي اللي هو ان الابليكيشن يبقى بيحتوي على الاسكس دي او الاخلاقيات دي بيدي انطباع للناس ان هي تستعمل الاي اي بسهوله وبامان. It is also up to users، وكمان الامر يعتمد على المستخدم نفسه، ممكن انا استخدم التطبيق نفس التطبيق واحد يستخدمه بحاجه تضره وتضر المجتمع اللي حواليه،
وشخص تاني يستخدمه حاجة تفيده وتفيد الإنسان الناس اللي حواليه. يبقى الحاجة في الأول وفي الآخر يعني مثلا أنت عندك مثلا الواتساب أو الفيسبوك، واحد ممكن يستخدمه ينشر عليه مواد تعليمية، وواحد تاني ممكن ينشر عليه حاجات مش كويسة. يبقى هنا التطبيق، ايه ذنب التطبيق؟ التطبيق ملوش اي ذنب. الذنب على من قام بنشر مين المساوئ، او قام باستخدام الموقع باستخدام ايه خاطئ. يبقى it is also up to users، كمان عندي المستخدمين لهم لازم يستخدموا برضو الـ AI بطريقة ethical أو بطريقة لها أخلاق. Use these tools to help yourself، حاول أن تستخدم الأدوات دي وتساعد نفسك، to help others، تساعد الآخرين، and to help society، وتساعد المجتمع بتاعك. Don't use AI tools to invade people's privacy، ما تستعملش الـ AI علشان تخترق خصوصية الناس، cheat أنهم تغشهم، or cause harm، أو تعمل للناس أي ضرر. كمان هنا بيتكلم عن حاجة اسمها language processing tools، أو أدوات معالجة اللغة. أدوات معالجة اللغة دي جميلة جدا، الناس بتستعملها كمان في إنهم يتكلموا وينموا اللغة بتاعتهم، سواء مثلا في أي language، English، Arabic، French، أي لغة. أنت بتتكلم مع AI application، بتتكلم معاه ويرد عليك، فانت بتنمي عندك اللغة. اللي can be invaluable، هي حاجة سمينة جدا، resources of information، بتديك معلومات قيمة جدا. however بالرغم من كده there are concern، في تحذير that they can be used، خد بالك وانت بتستخدمها، او هي ممكن الناس يستعملوها بطريقة تكون مش كويسة، انهم يعملوا copy work، ينسخوا شغل حد معين وينسبوا لنفسهم كلمة copy أو plagiarize. كمان يعملوا create misinformation، يشيروا معلومات تكون خاطئة. impersonate people، ينتحلوا شخص معين ويقولوا مثلا مشهور، from famous people to even a family member، أو حتى شخص من جوا العيلة ويقول لا ده أنا الشخص ده، عن طريق مثلا أنه غير في صوته، عن طريق processes التولز اللي ممكن تغير في الصوت، تغير في الشكل. دي كلها حاجات ممكن تبقى أخطار أو حاجات ممكن تضرنا. It is up to you to protect yourself، الأمر متروك ليك إنك أنت تحمي إيه نفسك وإنت أونلاين. حتى وإنت بتستعمل الـ AI tools لازم تبقى protect yourself، لازم تحمي نفسك. Be sure the company or designer، اتأكد إن عمل الـ AI ده أو اللي عمل التطبيق أو الـ AI tools ده you want to use is following a code of ethics، هو عمله علشان أنت تستخدمه وتتبع القواعد، زي ما هو بالضبط اتبع الإسس أو اتبع القواعد اللي هو مشي إيه عليها. تمام كده خلصنا بقى الليسونز، تعالوا بقى نحل أسئلة بوني. Number one choose is a technology that is able to use human traits of problem solving, reasoning and decision making to perform tasks. طبعا ده تعريف او الديفينيشن بتاع الـ AI اللي احنا لسه ايه قايلينه. Number two all the following are common AI tools، كلهم من الادوات او ادوات مشهورة في الـ AI tools except social media sites، email spam filter، chat windows، البنسلز. طبعا البنسلز انا نسيت اوريكم الشات، دقيقه بس هوريه لكم. ده نوع من انواع التشات جي بي تي، موجود عندنا في التليجرام. انت ممكن من عن طريق برنامج التليجرام بتكتب على التليجرام chat جي بي تي دول شرطه او داش اي بوت، خلاص تمام. بتختار اي لغه انت عايزها، بتكتب هنا اي سؤال. تعالوا نسال سؤال للتشات جي بي تي ونشوف هيعمل معانا ايه. تعالوا نكتب له انتوا اخدتوا عندكم الكلاودز او السحب عندنا في الساينس، وبتسمعوا عندنا كلاودز وانها تبقى هيفي علشان يحصل عندي رين. طب حد فكر انه يسال تشات جي بي تي هي ممكن تكون وزن السحابه دي كام؟ طب تعالوا نشوف، نسال تشات جي بي تي، نساله وزن السحابه كام ويرد علينا بايه. نكتب له وزن السحاب، خلاص شوف هيقول لنا ايه، وندوس انتر. تنتظر بس شوية وهو ايه هيرد عليك. بص فوق اهو بيقول لك تايبينج، يعني هو بيكتب ورد عليك اهو، وقال لك
وزن السحاب يعتمد على عدة عوامل زي كثافة وحجم ومش عارفة ايه، وهو ممكن تكون عبارة عن قطرات ماء أو بلورات، وممكن تكون عدة من عدة آلاف إلى ملايين الأطنان. ده وزن مين؟ السحاب. تمام، يبقى هنا ده interactive ما بينه وما بين التشات جي بي تي، ممكن تسأله أي سؤال يخطر على دماغك وهو هيرد عليك في نفس الوقت. عرفتوا يعني ايه تشات جي بي تي؟ تمام، تعال بقى نحل، نرجع لحل الليسون. نمبر 3، AI depend on نقط to learn problem solving reasoning and decision. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الالجوريزم. يبقى هو بيعتمد على الالجوريزم، بيعتمد على مين؟ على الالجوريزم. نمبر 4، نقط is R an example of a common AI tools، نوع من أنواع الحاجات المشهورة للـ AI tools related to unlocking devices، بفتح من خلالها الـ devices. طبعا الـ facial recognition، الـ facial A recognition. نغير بس القلم. Number 5، navigation application use نقط to guide you to destination، طبعا بيستعمل الـ AI. Number 6، smart thermostat are smart home device that use AI to، بتعمل ايه الثرموستات؟ بتظبط درجة الحرارة، regulate the temperature. Number 7، digital voice assistant are primary used to، الـ digital voice assistant بتستعمل لإيه؟ used to cook food، respond to questions and request، طبعا بتستجيب للأسئلة وكمان للطلبات اللي انت ايه بتطلبها منها. Number 8، not prevent dangerous emails from reaching your inbox، طبعا حاجة ليها علاقة بالإيميل، يبقى إيميل spam filter. Number 9، social media sites use AI to suggest، علشان تعرض لك ايه او تقترح عليك ايه، طبعا يمس تقترح عليا الكونكشنز، مادام هي سوشيال ميديا يبقى تقترح عليا التواصل، تقول لك الصديق ده ممكن يكون كومون بالنسبه لك او انت تعرفه. نمبر 10، تشات ويندوز ار اي اي تولز ذات بروفايد ريسبونسز فروم تشات بوتس، ولا الجوريزم، ولا فيرتشوال رياليتي، ولا البرينتر. طبعا يا مس هي الاجابه نمبر A اللي هي تشات بوتس او تشات جي بي تي. نمبر 11، نقط بروفايد بيرسوناليزد ليرنينج، التعلم لفئه معينه اللي هي الانتر اكتيف ليرنينج بروجرام. نمبر 12، نقط هيلب يو فورمولاتينج يور رايتينج، بتعيد او بتعيد صياغه كتابتك بطريقه تكون سليمه اللي هي اللانجويج بروسيسنج تولز. Number 13، data used in AI should be based on، بتبقى معتمدة على facts الحقائق، الحاجات الصحيحة، right accurate. Number 14، if an AI tool doesn't work as it should what should be done، المفروض لو الـ AI دي ما تشتغلتش كويس المفروض إيه اللي يحصل؟ admit mistake، provide insight on what went wrong، بلام ذا يوزر، لوم اليوزرز او قول له انت غلطان. طبعا الاجابه A و B، ان انا الديزاينر او اللي مصمم الاي اي ده يعمل ادمت او يتوقع الخطا وكمان يقول لي رؤيه ازاي هيصلحه. ترو اور فولس. نمبر 1، يوزرز اوف اي اي دونت نيد تو بي ايثيك، طبعا لا، ده اليوزرز والديزاينرز لازم هما الاثنين يكونوا اسكس. نمبر 2، AI uses human traits like problem solving and reasoning to perform tasks. هما الـ AI بيستخدم الحاجات الإنسانية أو طبائع البشر من إنه يفكر وإنه يقول أسباب وكمان ياخد آراء أو يتخذ إجراء. Number 3، digital voice assistant respond only to email message. طب digital voice بس بيستجيب للإيميل مسج، طبعا it's wrong، غلط طبعا. Number 4، AI tools should be inclusive to all users، لازم تبقى inclusive to all users، كل الناس شمولية وكل الناس تقدر تستعملها، طبعا it's right.
نمبر 5 navigation application use AR لا use AI. نمبر 6 email spam filters aim to ensure dangerous emails reach your inbox لا ده بيمنع وصول prevent بيمنع وصول السبام ليا. نمبر 6 email spam قلناها. نمبر 7 AI tools are not used in writing essay ما بيقدرش يكتب المقالات طبعا it's wrong ده بيكتب الرواية دلوقتي. Number 7 Number 8 chatbots on websites provide responses through chat window بيجيب لك من خلال الويندو يبقى it's right. Number 9 it's not necessary ليس من الضروري to protect yourself online when using AI لا طبعا من الضروري ان انا احمي نفسي. Number 10 user privacy and security are important when designing AI tools طبعا لازم الابليكيشن بتاع AI يحمي البرايفسي الخصوصية بتاعة اي مستخدم وكمان يديه السكيورتي او يديه الأمان. Number 11 transparency أو الشفافية in AI tools involve hiding how they work إخفاء إزاي يشتغل طبعا لأ ده لازم أكون أعرف أو الديزاينر يشرح لي كمان ويديني نبذة مختصرة كده في أول application وأنا بنزله إن إزاي أنا إيه أقدر أستخدمه. Number 12 language processing tools may be used to obligers work أو copy work هي ممكن تعمل كده بس دي حاجة مش كويسة يبقى number true. Number 12 true. Number 13 AI tools should be beneficial يعني حاجة مفيدة and used to help society طبعا it's right. Number 14 language processing tools never create misinformation لا طبعا مش never ده بتعمل أخطاء كتير جدا. Complete تعال بقى نشوف are used to regulate temperature بيظبط التمبريتشر اللي هو مين اللي هو السمارت ثيرموستات يبقى ده نمبر 1. نمبر 2 provide responses through chat bots اللي بيستعمل التشات بوتس هو التشات ويندوز يبقى نمبر 2. نمبر 3 are used to guide you to destination بيقول لك على المكان اللي انت عايز تروحه اللي هو النافيجيشن ابلكيشن يبقى ده نمبر 3. Number 4 is used to unlock your device بتستخدمه لتفتح الجهاز بتاعك زي الموبايل هو الفاشل ريكوجنيشن. Number 4 آخر حاجة prevent dangers اللي هو الإيميل الإيميل سبام فلتر. Number 5 وبكده نكون خلصنا مع بعض lesson number 2 من كتاب بني. استنوا بقى كتاب المعاصر بإذن الله لأن كده لا في بوني ولا في المعاصر هما البوني يلا نزل درسين منهم واحد مش هنشرحه لأنه إثرائي والتاني أدينا شرحناه نستنى بقى كتاب المعاصر نشوفه ونشوف هنكمل من أي كتاب تمام يلا أسيبكم في رعاية الله وفضله مع السلامة.